السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. حسنا اصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة، ومن لم يشترك في القناة فليشترك الان، يقوم بتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الحلقات الجديدة اول باول، ولا تفوتوا اي حلقة من حلقات القناة اصدقائنا. حسنا، لدينا مهمة جديدة وايضا من المستوى التاسع اصدقائي، اللي هي اقصاء باريوس عن الجزيرة. اقتل باريوس الرملي. حسنا، نتقدم أصدقائي في البحث عن للبحث عن باريوس وكر باريوس الرملي، حيث توجد العلامة الزرقاء أصدقائي ويوجد بها دائرة بيضاء. ما زلنا معنا أوريتشيكرين، قد أحارب فيه أو قد لا أبدله، لا ليس لا أوريتشيكرين، لا شخص آخر. وكان رحلة بحث سنوية، زر رتبة مرتفعة، لست مهتما. حسنا، نذهب إلى هناك للوكر الرحلة البحث السنوية، زر رتبة مرتفعة أيضا. ندخل الوكر أصدقائنا الآن. نتقدم. وزارة شكرا كان ضعيف أصدقائي في هذه المهمة أيضا في القتال. سأختار زنجر الجهنمي، ها هو معي أصدقاء، في معي في الوحوش، سأقوم بالتبديل إليه. سنذهب إلى اليسار، نحصل على بعض المواد الخام، خام الصهر. نتقدم في الوكر أصدقائي، نحن الآن في وكر بحث البحث الرحلة السنوية، زر رتبة مرتفعة، للقضاء على باريوس رملي. نقترب جدا من النقطة الزرقاء أصدقائي التي يوجد بها علامة بيضاء. يوجد صندوق كنز هنا، نقوم بفتحه ونرى ماذا يحتوي. يحتوي على تعويذة التعافي. نستمر بالتقدم. لا نستطيع النزول بالماء. حسنا، يوجد كثير من الدوار، نتجنبها. أوه، صدمنا بأحد الدوار أصدقائنا الطائرة. نختار زد ار، الضربة القاضية. لقد انتصرنا بسهولة اصدقائنا. نحصل على بعض العناصر. نتقدم الى الامام الى وكر باريوس الرملي. يبدو ان هناك وحشا يقول لنا نفيرها وباريوس الرملي. اصدقائي، هل تبدأ المعركة مع باريوس الرملي؟ حسنا، نهجم. ماذا نهجم؟ هجوم قوة بداية. أو لا، هجم هجوم سرعة، هجمة قوية. 352 من أوريتشيكرين. نستخدم هجوم تقني. 154 نقطة. الهالة الجليدية من أوريتشيكرين. قوة عرقلة الهجوم من ريفر 2. نختار وحوش. حسنا، بما أننا نختار هجوم تقني، نهجم هجوم تقني. قوة قطع الهجوم الريفر 2 537. 153 من لاعبنا الأوريتشيكرين. 349. إعصار الثبات من باريوس الرملي. أوه، نخسر أحد قلوبنا أصدقائنا. يحلق هذه المرة أنه أقوى من الباقي الوحوش. 155 من لعب نقطة من لاعبنا ريفر 2. 1668 نقطة أوريتشيكرين. 353. الضربة الصحراوية، نخسر قلب ثاني ايضا. ريفرتو يخسر قلبه الاول، ريتشيكرين يخسرنا القلب الثاني. سيكون من الصعب الان قتال هذا الوحش. سنختار مهارات، نختار وحوش، تبديل وحوش. نضطر الى استدعاء زنجر الجهنمي اصدقائي. ها هو زنجر الجهنمي. ونختار ايضا عناصر، نختار جرعة عملاقة اعطيها للاعبنا. قوة عرقلة الهجوم من ريفر 2 349. ينتصر زنجر الجهنمي. نختار مهارة الركوب مع زنجر الجهنمي، ونختار مهارة الاقتران، نهجم مع باريوس الرملي. ضربة الجهد، أو زنجر الجهنمي يشحن نفسه بالصواعق الرعدية الحمراء وفيها خطوط سوداء. ينقض بقبضة الرعد أصدقائي، ولد انفجار هائل على باريوس الرملي. 1015 نقطة.
350 من ريفر 2، صراع القوة بين زنجر الجهنم وباريوس الرملي. 449 نقطة نجمع بعض الطاقة أيضا. يهجم هجوم سرعة، نستخدم هجوم تقني، نختار وحوش أيضا، نختار قبضة التنين، نهجم الأشواك ونهجم على الأشواك مرة أخرى. هجوم تقني أصدقاء ريفر 2، يهجم هجمة قوية 1099 نقطة. هجوم الزواج بيني وبين زنكور الجهنمي 1089 نقطة. جمعنا طاقة كافية لأن نجعل الوحش غاضب جدا منا. نختار الركوب الآن، ونختار مهارة الاقتران، ونهجم هجمة، استخدم عين الحسم، ضربة الجهد نحن، وهو يشحن نفسه بالرعد أصدقائنا، وينقض بقبضة الرعد على أصدقائه على باريس الرملي، يولد انفجار هائل 1049 نقطة. تقنية عرقلة الهجوم ريفر 2 424 نقطة. نهجم هجوم تقني، ضربة هزة التنين الأرضية من ريفر 2. ها هو يحمل سيفه الثقيل، يحتك بالأرض من ثقله، يقفز ويقوم بقسم الوحش باريوس إلى نصفين 2669 نقطة. تمت هزيمة باريوس الرملي أصدقائي بنجاح، لكن كان أقوى من باقي الوحوش الأخرى خلال 9 جولات. نكتسب 8680 نقطة خبرة وبعض العناصر وتصنيف A و425 نقاط مكافأة. نعود الآن إلى لوحة المهام. قبل أن نعود إلى لوحة المهام، ننزل عن ظهر أوريتشي كورين، نحصل على بيضة هنا. هذا بيضة تايجريكس أعتقد، هذا البيضة لا أعرف. نختار بيضة ثالثة، نفس البيضة. حسنا، البيضة اختفى كله. نخرج من الوكر، نعود إلى لوحة المهام أصدقائنا. نختار خروج، نذهب إلى الخريطة، نذهب إلى منزل متنقل، زر التحميل، نختار ركوب المنزل المتنقل. نعود إلى قرية نوتي أصدقائي مرة أخرى، حتى كي نذهب إلى لوحة المهام ونستلم المكافآت عن هذه المهمة التي أنهيناها، وهي مهمة القضاء على باريس الرملي. نختار المهام، نختار التسليم. اكتملت المهمة، نكتسب 4200 نقطة خبرة، 15800 زني، نكتسب بعض العناصر. حسنا، المهمة التي بعديها الوحش هو بركايدوس طموح طالب. حسنا أصدقائي، هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.